النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه بطاطس بالفراخ، طريقه سهله جدا وبطعم تحفه. خليكم معايا عشان تشوفوا الفيديو للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه البطاطس بالفراخ بطريقه سهله جدا وبطعم لذيذ. المقادير اللي معايا: كيلو بطاطس متقشره ومتقطعه حلقات، ولازم تتقطع تخينه كده عشان تبقى محمله وما تتهراش في الفرن. 3 حبات طماطم مقطعاهم حلقات، فلفل رومي متخرط، بصل. شوفوا بقى كميه البصل اللي بتحبوها، بتحبوا البصل كتير او قليل في الاكل. انا هنا مستعمله حوالي ربع كيلو بصل، معلقه كبيره ثوم مفروم، البهارات ملح وفلفل اسود وشطه وثوم باودر. طبعا معايا فرخه هسلقها. هنا انا هسلق الفرخه نص سلقه قبل ما احطها على صينيه البطاطس، عشان ما بحبش احط اللحوم نيه على الخضار. لو عايزين تشوحوا الفراخ في معلقه سمنه ممكن تشوحوها في معلقه سمنه. اول حاجه هسلق الفراخ نص سلقه ونعمل مع بعض صينيه البطاطس. نبدا كده ونسمي على بركه الله. بسم الله. هنزل البصل ومعلقه الثوم المفرومه، وهنزل عليهم البهارات ملح وفلفل وشطه وثوم باودر. عندكم بصل باودر هتحطه، وهندعك هندعك الثوم والبصل كويس اهو مع البهارات. لازم تدعكوهم دعكة كويسة، بصوا، عشان الثوم والبصل ياخدوا من طعم البهارات. هنزل بالفلفل الرومي، هقلبه كده بس معاهم تقليبة، والطماطم، كله على بعض، مفيش أسهل من كده. شايفين؟ عايزين تضربوا الطماطم في الخلاط برضو براحتكم. هنزل بالبطاطس بقى وأقلبها معاهم. اهو قلبت البطاطس مع الفلفل والبصل والثوم. هحط للبطاطس كوبايه ميه وارفعها على النار على ما الفرخه بتاعتي تتسلق نص سلقه. هحط كوبايه ميه، كوبايه ميه واحده. بعد كده اما تتسلق الفرخه نص سلقه هاخد منها شويه مرق. رفعت صينية البطاطس بتاعتي على النار تاخد لها غلوة على ما الفرخة بتاعتي تتسلق. صينية البطاطس اخدت لها غلوتين ثلاثة على النار كده زي ما انتوا شايفين، والفراخ اتسلقت نص سلقة. هاخد الفراخ هحطها على صينية البطاطس. بعد ما حطيت الفراخ على وش صينية البطاطس هحط عليها مغرفتين مرقة من مرقة الفراخ. احط معلقة سمنة على الوش وادخلها الفرن. حطيت معلقة سمنة على الوش، هدخل صينية البطاطس بتاعتي في الفرن لحد ما يحمر وشها، واول ما تخلص هوريها لكم. اهو يا حبايبي صينية البطاطس بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، بصوا شكلها جميل وتفتح النفس. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. لو عجبتكم صينية البطاطس بالفراخ بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.